والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول رمضان مبارك كريم، وكل عام وأنتم بخير للشعب المغربي عامة وفي مشارق الأرض ومغاربها. استعداداتي لشهر رمضان المبارك، أولا يكون استعدادا يوميا من حيث المراجعة، مراجعة كتاب الله تبارك وتعالى، حتى تمر الأجواء أجواء صلاة التراويح في أحسن وجه، وحتى يكون إرضاء الله تبارك وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم إرضاء هذا الجمهور الغفير الذي يأتي من كل فج من نواحي جماعة سعادة كي يصلوا في مسجد الأميرة بدار السلام الأميرة لالة لطيفة التي أسهمت في بناء هذا المسجد المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها. ثانيا، هذا المسجد المبارك استعدادات المنظمين جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا على ما يبذلونه من مجهود خارق، حيث أنهم يبدأون مجهودهم من 9 صباحا إلى وقت الإفطار، فيقفون على قدم وساق حتى ينجحوا هذا الشهر المبارك في أفضل وجه، ويكون هناك إرضاء هذا الجمهور الذي يأتي من كل مكان. أولا استعدادات نفسية، بالنسبة للإمام يستعد استعدادات نفسية حتى يقدم صلاة في أحسن وجه وفي أحسن طبق يقدمه للناس، ويكون أولا هو راضي على هذه الصلاة، لأن جل المتبعين هناك المصلون وهناك المتبعون في الشبكة العنكبوتية، فيكون هناك بث لصلاة التراويح عبر الفيسبوك، ويكون تسجيل لصلاة التراويح في اليوتيوب وما شابه من المواقع الاجتماعية. بالنسبة للآيات التي سيتم تلاوتها في هذا اليوم المبارك، ما استوقفني هو قول الله تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهذا دليل صريح من الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى لو آمن من في الأرض كلهم جميعا ما نفعوا ذلك، ولو كفر أهل الأرض جميعا ما نفعهم ذلك. فهنا في هذه الآية المباركة يجب تحقيق العبودية لله تعالى وامتثال أمره. وهذه آية استوقفتني سبحان الله تبارك وتعالى، استوقفتني في حينما كنت أراجع، فوقفت وقفة متدبر، أعلم أن لو أن الإنسان فطن إلى عمله فقط ما نفعه ذلك. ولكن أقول بفضل الله وبرحمته أن يرزقنا الثبات في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يدخلنا الجنة جنة الفردوس بفضله لا بعملنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ربك فحدث.